طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية يا شباب. في هذه المحاضرة إن شاء الله رح ناخد الإكسبرت سيستم بشكل عملي. طبعا هذا المساق الذكاء الاصطناعي. CSCI 4304. طبعا احنا حنحكي على الأنظمة الخبيرة، طبعا بشكل عملي. طبعا احنا عشان نذكركم بمكونات الإكسبرت سيستم، انه حكينا انه نظام الإكسبرت سيستم لو احنا طلعنا على شكل المكونات تبعته بهذا الشكل، انه هذا الاكسبرت سيستم مكون من 3 مكونات رئيسية. هذه المكونات الرئيسية الثلاثة في اي اكسبرت سيستم. طبعا المكون الاول اللي هو النوليدج بيز، اللي بيحتوي على الرولز والداتا بيز، بيحتوي على الفاكتس، وهذا بيحتوي على الرولز. طبعا هذا المكون اللي هو الانفرنس انجن. تمام. الفصل بين المكونات الرئيسية الثلاثة هذا شيء مهم جدا في الإكسبرت سيستم. فالآن إحنا في المحاضرة هذه إحنا حناخد هذا الكلام بشكل عملي، حنشوف فعليا كيف إنه فعليا النوليدج بيز إنه مفصولة عن الرولز، مفصولة عن الفاكتس، وإنه كيف الإنجن إنه إحنا ممكن نعرفه بشكل منفصل، وإنه هو يتعامل مع النوليدج بيز، وانه يعمل السايكل تبعت الماتش والاكسكيوت، وحنشوف امثله عمليه في هذا الاطار. تمام. فخلينا طبعا الشرح العملي هذا انه التوثيق تبعه موجود عندنا في الريبو تبع المساق في مجلد اسمه اكسبرت سيستم. حتوجدوا انه في انا عندي نوت بوك اسمه اكسبرتا، اللي هي الباكج اللي احنا حنتعامل معاها بالاضافه للريدمي. طبعا احنا حنتعامل مع بايثون باكج بتتعامل مع الكليبس. طبعا الكليبس انه انا بدي ارجعكم هنا، احنا في عنا في جزئية التول. طبعا احنا للتذكير احنا وين واصلين، احنا واصلين في هذا رول بيست اكسبرت سيستم. طبعا خلصناه في محاضرتين، اللي هو عبارة عن الباب الثاني من الانتليجنت سيستمز ابروتش، AI انتليجنت سيستم ابروتش. وبخصوص التول المتعلقة فيه، طبعا هذه التول المتعلقة بالسيرش، هاي التول المتعلقة بالإكسبرت سيستم، عنا الكليبس اللي هو سي لانجويج انتجريتد برودكشن سيستم، هذا كإكسبرت سيستم، هاي الويب سايت تبعه. تمام. فينا عندي داونلود، ممكن أعمل تنزيل لنسخة يعني موجود في يعني نسخة، لو رحت على الداونلود بيج في السورس فورش، انا في عندي هنا دي ام جي، هذه نسخة الماك، وفي انا عندي هنا في الاسفل تحت انا في عندي الويندوز انستولر 64 بت و 32 بت الويندوز انستولر، وفي انا عندي هنا موجود انه اكزامبلز، انه هي عبارة عن ملفات كود كليبس مكتوب بلغة الكليبس انه امتداد سي ال بي، حتوجد انه مجموعة من الامثلة موجودة هناك. الآن لو رجعنا هنا الموضوع، لو رحنا على الدوكيومنتيشن، راح توجد في عندك متواجد اليوزر جايد والبيزك بروجرامينج جايد والادفانس بروجرامينج جايد والانترفيسز جايد. طبعا احنا ممكن نكتفي بهاي، لانه احنا بدنا يعني نورجي انه يعني كتطبيق عملي لترسيخ المفاهيم النظريه. لو انت بدك تستخدم هذا الاشياء في البزنس او في الشغل، يعني بدك انه انت تتطرق انه للبيزك بروجرامينج جايد، كيف انه انت تبرمجه وتربطه
في نظام محوسب انت اوريدي موجود عندك في مؤسسة، لو هي مثلا مؤسسة بدها تتحكم مثلا في شغلات معينة، تمام. وفي انت عندك الادفانس بروجرامينج جايد، يعني برضو كذلك انه في البرمجة، وهنا الانترفيسز لو بدك تعمل واجهات او بدك تربطه بالويب او يعني باي لغة برمجة تانية، تمام. طبعا بطبيعة الحال انه بعد ما انه انت تنزله، في عندك هنا توتوريال مبسطة بتحكي عن الكليبس. طبعا انت بعد ما تنزله بروح بفتح لك شيل، الشيل هذه هي بهذا الشكل، هي بتكتب كليبس هي وبطلع لك لك انه الشيل، فبالتالي انه هي عبارة عن شيل، والشيل هذه انه انت في عندك الاكزيت وفي عندك الكلير، هذه الكوماندز اللي انت ممكن انه انت تستدعيها، انه دايما بتحطها بين اقواس. طبعا زي ما ذكرنا انه دالة الاكزيت انه هي بتعمل شت داون للسيستم، تمام. دالت الكلير انه هي بتعمل ريموف لكل الفاكتس والرولز من الميموري، تمام، وهي مكافئة للشت داون، ولكن انه هي بتعمل اعادة تشغيل للكليبس. لاحظ انه هنا في فصل بين الفاكتس والرولز اللي موجود انا عندي. طبعا ريست بتعمل ريموف للفاكت انفورميشن من الذاكرة، ولكن الرولز انه بتبقى، والرن هي بتبدأ عملية الاستنتاج. طبعا الفاكس والرولز انه انا ممكن انه انا اعرفها بهذا الشكل، انه انا اعرف انه انا في عندي هنا assert لفاكت معينة، انه انا في عندي color green، فبالتالي انه كل فاكت بديها index. لو بدي اعرف انه انا في عندي مثلا color تاني، انه انا كذلك من عندي الالوان الموجودة عندي، انه انا في عندي blue، ولو شفت الفاكتس الموجودة انا عندي بهذا الشكل، انا في عندي فاكت 0 فاكت 1 بهذا الشكل، تمام. ممكن انه احذف فاكت معينة باستخدام retract، انه بكتب الاندكس تبع الفاكت. لو بدي احذف الفاكت رقم 1 بروح بعمل retract 1 بهذا الشكل، ورجعت اشوف الفاكتس مرة تانية فبلاقي انه هي محذوفة. طبعا هنا انه بواجب انه كيف بدي اتعامل مع الرول، تمام، بهذا الشكل. خلينا نشوف يعني هذه الجزئية احنا بدنا ننتقل فيها في البايثون، لانه راح يكون التعامل معها اسهل في البايثون نوت بوك. فالان انت حتوجد عندي في المستودع هنا انه في المسار تبع الاكسبرت سيستم، في انا عندي الريدمي اللي فيه انه شرح على البايثون باكيج، هذه اللي هي عبارة عن بديل للكليبس، انه بتسهل علي التعامل في البايثون، انه هي متوافقة مع البايثون 3، والاختلاف بيناتها انه على سبيل المثال انه في الكليبس انه انت بتضيف الفاكت باستخدام الاسيرت، لكن هنا انه احنا بنستخدم ديكلير بهذا الشكل، تمام، انه هذه written in C language، تمام، والاكسبرتا انه هي بالبايثون. بالمناسبة الباكيج اللي احنا عم نستخدمها اسمها إكسبرتا. طبعا هذا الشرح كله مشروح يعني كذلك في النوت بوك، فعشان هيك بدنا نفتح النوت بوك بشكل مباشر. اوكي، طبعا اول خطوة انه انا بدي اعمل تنزيل للباكيج. طبعا الانستليشن هنا يعني هذه كله عبارة عن هيدنج، يعني انه يعني شرح انا عندي في الاكسبرت سيستم. هاي ستيل انه انا كيف بعمل اكسكيوشن لكوماند معينة متعلقة بتنزيل، بحط هنا علامة تعجب في الأول وبكتب pip install experta، اسم الباكيج اللي راح نستخدمها في الاكسبرت سيستم. طبعا هي موجودة هنا في المستودع تبع الباكيجز تبع البايثون، انه مجرد انه انت بتنسخ هاي الكوماند زي هيك، وانه انت ممكن تحطها عندك هنا وتحط قبلها علامة تعجب، فبالتالي انه انت بتنزل الباكيج عندك، تمام. طبعا انه الاكسبرت سيستم زي ما حكينا انه فاكتس ورولز، واحنا الهدف من هذه المحاضرة انه احنا بدنا نطبق هذا الكلام بشكل عملي لترسيخ المفاهيم النظرية، هذا هو الاساس. بالاضافة لذلك انه انت ممكن تستخدمها
في البزنس، انه انت ممكن انه انت فعليا تبني اكسبرت سيستم زي ما حنشوف امثله بعد شوي. طيب نيجي الان بالنسبه للفاكتس. الفاكتس زي ما حكينا انه هي بتمثل انه انا عندي حقائق موجوده او معلومات موجوده، زي انه مثلا انه اليوم الشمس طالعه، او انه مثلا انه انا في عندي معطيات معينه، او في تشخيص او اعراض معينه عند المريض، يعني حسب طبيعه الاكسبرت سيستم. فبالتالي كيف انه انا ممكن انه انا اعرف فاكت؟ الفاكت ممكن اعرفها بعده طرق. طبعا انه انا بدي اعمل from expert import star، انه انا بدي اعمل import لكل حاجه موجوده في الاكسبرت. هذه الباكج اللي احنا نزلناها يعني قبل شويه، انه انا بقدر اتعامل معاها، من خلالها بقدر اتعامل مع الاكليبس انه كاكسبرت سيستم وبرمجها من خلال البايثون. طبعا انا ممكن اعرف فاكت انه انا استدعي هذا عبارة عن كلاس، فبالتالي هذا الكونستراكتور تبع كلاس موجود في الاكسبيرتا، وبروح بحط فيه كل الحقائق اللي موجودة انا عندي، انه انا عندي الفاكت انه A بتساوي 1، B بتساوي 2، فبالتالي ممكن اعملها اكسس. يعني زي ما انت شايف انه هو بتعمل معها كديكشنري بهذا الشكل، انه انت بتحط هنا الكي وهنا فاليو وهنا كي وهنا فاليو، ممكن احط هنا color بتساوي red بهذا الشكل يعني. فالان انا بعمل access باستخدام الindex او الكي عفوا تبع الفاكت هاي. فبالتالي انا عندي الf of a بتساوي 1. طبعا هذا كذلك بتيح لي يعني بالاضافة للديكشنري بتيح لي الاكسبيرتا انه انا اعرف facts بدون key، يعني انه مجرد انه value بشكل مباشر. يعني ممكن احط انه fact x y z، فبالتالي بعملها access باستخدام الindex بهذا الشكل. تمام. وممكن انه اعمل combination بين الاثنين، ولكن الاتوميك الاوتونوميريك انه لازم انه انا اعرفها بالاول. فبالتالي هنا انه x y z، وهنا انا عندي a بتساوي 1 وb بتساوي 2، فبالتالي هنا هذا استخدمت الاندكس، وهنا استخدمت الكي انه f of ال1 بتساوي y هيها، وهنا الb بتساوي 2 بهذا الشكل. طيب الان كيف بدي اعرف فاكت خاصه فيا؟ ببساطه مجرد انه انت تعمل كلاس وتعمل انهيرتنس من الفاكت سوبر كلاس، او ممكن مباشره تروح تستخدم الفاكت سوبر يعني الفاكت كلاس وتعرف فيه الحقائق تبعتك بشكل مباشر. فالان انا ممكن اعرف فاكت اسمها alert بتعمل extend من الفاكت. طبعا هذه الباس هذه عباره عن empty statement، انه بس مجرد انه انا بحطها زي هيك، لانه في البايثون انه ما بيرضى انه انا يعني انه يكون الكلاس فاضي. لو في attribute معينه بعرفها هنا. تمام. كل الشغلات اللي موجوده في الفاكت بتنزل في الكلاس اليرت، وانا عندي هنا الستاتس برضو بيعمل اكستند للفاكت من الفاكت بهذا الشكل. فبالتالي هنا ممكن اعمل انه اليرت بتساوي ريد وستاتس بتساوي كريتيكال. هاي الشغلتين هدول لو بدي ارجع يعني اعرفهم بنظام الفاكتس بهذا الشكل حيكون شكله زي هيك. يعني خليني افتح امامك كولاب. بهذا الشكل. وهنا يعني بطبق يعني امامك هنا بدي اعمل نوت بوك جديد واكتب انه اسمه اكسبرت براكتس. طبعا هاي انا ممكن اخدها من هنا بشكل مباشر. انزلها وافتح هنا سل جديدة واعمل هاي زي هيك. فهي انه هنا قبل ما يخلص عملية التنزيل ممكن انه اجهز الكود. احنا حكينا انه هذا الكلام تمام، انه انا عندي زي هيك. ممكن انا اروح اعرفه بنظام الفاكت، فبالتالي انه هنا بقول انه my facts بتساوي fact، واقول انه الالرت
بتساوي read كوما status بتساوي ها status بتساوي critical. فالآن إنه أنا هاي هذه الطريقة الأولى في التعريف بهذا الشكل إنه way 1 to define facts. نفس الفاكتس هدول إنه هاي الطريقة الثانية إنه way 2 to define facts إنه بهذا الشكل. هدول حتى بالمناسبة إنه أنا ممكن إنه أنا أفصلهم يعني إنه أحط كل واحدة لحال يعني. فبالتالي إنه هذه ممكن أعرفها زي هيك واحد وهنا اثنين. فبالتالي إنه الأليرت بتكون لوحدها والستيتس تكون لوحدها بهذا الشكل. فبالتالي هنا الثلاثة هنا ممكن كل واحدة من هدول اثنين ثلاثة بهذا الشكل. فبالتالي انه بنشوف انه الفاكت الاولى alert بتساوي read انه as a fact انه هذه undeclared fact لانه حنشوف الان كيف الانجن نحن بدنا نعملها declaration. وهنا فاكت لوحدها status بتساوي critical. او ممكن نستخدم السوبر كلاس الفاكت وانه في انا عندي حقيقتين الالرت بتساوي ريت والستيتس بتساوي كريتيكال. وهنا انه ممكن اعرف كل واحدة بنظام يعني بالسوبر كلاس تبع الفاكت وتكون انه برضو لوحدها انه الالرت لوحدها والستيتس لوحدها بهذا الشكل. فهاي الطرق المختلفة انه نعرف الفاكت. وبالتالي انه الموضوع انه سيمبل وستريت بهذا الشكل. الان هيك خلصنا يعني موضوع الفاكت. يعني مش زي انه الاكسبرت شيل انه انت بتستخدم نظام الاسيرت انه انت بتروح بتعرفها جوات كلاس في البايثون بهذا الشكل. انا هنشوف الان في الانجن كيف انه احنا بدنا انه نعملها ديكلير. قبل ذلك خلينا نحكي على الرولز. الرولز هي عبارة عن شغلة كولابل عفوا وديكليرد انه بنظام الرولز راح يكون في عندي هنا النوتيشن. وطبعا في الرولز زي ما شرحنا انه انا في عندي الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد. تمام. في الليفت هاند سايد انا بستخدم الباترنز او الكونديشنز اللي بده يصير لها ماتش في الرول. اما في الرايت هاند سايد انه حيكون الاكشن اللي حيتم تنفيذه في عند تشغيل هاي الرول. يعني هنا هذا كلاس اسمه my fact بيعمل extend من الفاكت. وهنا بروح بعرف الرول بهذا الشكل انه هاي هنا النوتيشن. فزي ما ذكرنا انه انا في عندي طرق مختلفة انه انا اعرف الفاكت. ببساطة يا اما بستخدم بعرف كلاس خاص فيها وبعمل extend او inheritance من super class fact اللي موجود في الاكسبرت باكج. او انه بستخدم الفاكت سوبر كلاس مباشرة وممكن انه اكتب الفاكت هذه بهذا الشكل انه هذا الكي وهذه الفاليو وهذا الكي وهذا الفاليو. وممكن انه انا افصلهم اعمل كل واحدة انه فاكت لحال. فبالتالي انا عندي هاي اف واحد واف اثنين هاي alert وستيتس وما هدول التنتين. تمام. وانه هاي عبرت عنهم كفاكت. وهنا طبعا هنا في الكونستراكتور انا اديت الفاليو مباشره انه الاليرت انه بيساوي انه في الكونستراكتور مررتها انه هي ريد. الان لما جيت طبعت اف 1 اف 2 ماي فاكت 1 2 3 فبالتالي انه طلعت بهذا الشكل. هذه ان ديكليرد فاكت. حنشوف كيف تصير الديكليريشن في الانجن الان. تمام. انه هذه اليرت ريد ستيتس كريتيكال وهنا فاكت اللي هو سوبر كلاس. وانه هاي في انا عندي two facts موجودة هنا او ممكن تكون كل واحدة موجودة لحال. نرجع الان لموضوع الرولز. احنا ذكرنا انه الرول انه هي callable ولازم اعملها decoration مع باستخدام الرول. الديكوريشن المقصود فيها انه انا بحط هنا add rule على الفانكشن هاي اللي هي callable. وزي ما اتفقنا انه
بدي يكون انا عندي في تعريف الفانكشن انه يعني في جزئين، انه انا عندي الرول هي اف وذن، فبالتالي انا في عندي ليفت هاند سايد والرايت هاند سايد، وذكرنا انه الليفت هاند سايد بيحتوي او يعني انه بتوصف فيه الباتر والكونديشنز اللي بده يتم مطابقتها في الرول عشان انه هي تتنفذ، والرايت هاند سايد بيحتوي على الاكشنز اللي هو يفترض انه ينفذها لما يصير في عندي فاير للرول هاي. يعني على سبيل المثال انه انا ممكن اعرف هنا كلاس خاص فيا انه ماي فاكت، انه هذا زي ما انتم شايفين كلاس فاضي، مجرد ان انا يعني سميت الفاكت الخاص فيا هيو فاكت وعرفت رول تعمل ماتش لهاي الفاكت بهذا الشكل. طبعا هنا انا مستدعي كونستراكتور للكلاس هذا، تمام، وهذا الليفت هاند سايد، فبالتالي حيصير ماتش لهاي الفاكت. اذا كانت الترو موجوده معنى ذلك انه حيصير اكسكيوشن لهاي الفانكشن، فهاي الفانكشن زي ما انتم شايفين انه برضه هذه فانكشن فاضيه، وهذه عباره عن كومنت. وايش بتمثل؟ انه انا ممكن اكتب في الجزئيه هذه، ممكن اكتب الرايت هاند سايد او الاكشن اللي مفترض انه يتنفذ لو صارت انه الفاكت هذه ترو. يعني على سبيل المثال بدي اكتب رول تحكي انه اذا كان في عندي فاكت انه انيمال والفاميلي تبعته انه فيلينا، معنى ذلك انه هي الاصابع القدمين ملتصقة، اللي هي ممكن اوريكم اياها. تاك فيت يكون شكلها بهذا الشكل، هذه انه اذا كان شكل الارجل بهذا الشكل وكان انه هو انيمال، تمام، فبالتالي انه لا عفوا عفوا في 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 ليني هاي معناها انه فئة السنوريات، السنوريات هي القطط الفهود والنمور والأسود، كلها من طائفة السنوريات، فبالتالي إذا كان حيوان والعائلة تبعته أو الفاميلي أو الفئة تبعته هي من فئة السنوريات، فبالتالي إنه حيصير الأكشن إنه برنت مياو بهذا الشكل. فبالتالي هنا الرول إنه very simple بهذا الشكل. أنا ممكن أكتب لكم هنا بشكل عملي إنه أنا بدي أعرف زي ما كان في عنا في المحاضرة إنه إذا كان الترافيك لايت إنه is green فبالتالي الأكشن is go. ف بدي أعمل import لأنه هاي، وبدي أعرف fact traffic light بتساوي fact، وهنا أقول الكلر تساوي أو خلينا نحطها red، وبدي أعرف rule هنا، فبحكي إنه بعمل decoration بهذا الشكل، decoration تبع الرول إنه بهذا الشكل. syntax إنه إذا كان في عندي fact تمام، روح بعرف function إنه move أو car action، تمام، فبالتالي هنا بصير إنه print action is go بهذا البساطة. فبالتالي إنه هاي fact وأنا عملت rule بهذا الشكل، فبالتالي هذه الرول لو أنا كتبتها بهذا الشكل إنه if traffic light عفوا هنا stop لأنه أحمر، light is red، بدي اكتب لكم اياها هذه capitalization
وهنا بيصير انه then action is stop بهذا الشكل. اوكي طيب نيجي الان للديفكتس. طبعا الاكسبر سيستم بتحتاج انه هي اول ما بتشتغل انه يكون في عندي مجموعه من الحقائق المعرفه بشكل يعني بشكل مسبق. فبالتالي هاي الحقائق كلها بروح ان انا بعرفها بعملها ديكوريشن بالديف فاكت، بحط اد ديف فاكت وبروح بعرف هنا الداله انه الداله هذه راح يتم تنفيذها. فهنا انا عندي اليلد انه راح يتم انه تنفيذ او انتاج هذه الحقائق، انه الفاكت انه البيست كلر ريد، انه البيست بودي ميديوم، والبيست سويتنس دراي بهذا الشكل. فالان انه هاي شفنا ارجع ان انا اذكركم، شفنا الفاكتس تمام وشفنا الرولز تمام، والان بدنا نشوف النوليدج انجن او الانفرنس انجن. فبالتالي انا بدي ارجع اذكركم هنا بالكومبوننت الرئيسيه اللي هي النوليدج بيز والداتا بيز والانفرنس انجن. فبالتالي هاي شفنا كيف انه هي انه احنا نشتغل عليها تمام، وهذه برضو كذلك شفنا كيف انه احنا نعرفها. الان نشوف كيف بدنا نشغل الانفرنس انجن، وزي ما انت شايف انه هدول فعلا كومبوننتس مختلفه في الاكسبرت سيستم. اوكي النولج انجن برضو كذلك بطبيعه الحال انا في عندي كلاس جاهز في الباكج اكسبرتا، بعرف منه اوبجكت. طبعا بطبيعه الحال الريست صرت عارف ايش انه هي بتعمل ريست، انه هي بتعمل يعني كلير للفاكتس الانيشال فاكتس اللي بتكون موجوده. وهنا ممكن اعمل ديكلير لفاكت معينه انه انا اعرف اللي هي المقابل للاسيرت في 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 الكليبس اكسبرت سيستم. فبالتالي انا بعرف هنا حقيقه انه انا عندي كلر بلو بهذا الشكل، فبالتالي انه هاي الكلر. ممكن اشوف الليسته تبعت الفاكتس تبعتي بهذا الشكل، هاي الانجن دوت فاكتس، انه هذا عباره عن اتريبيوت موجود في هذا الكلاس، فبالتالي انه بروح بجيب لي اياهم. طبيعه الحال انه انا عندي الانيشال فاكتس اللي هي فاضيه بتكون موجوده والاندكس تبعها زيرو، وهي الفاكت اللي انا عرفتها وهي الاندكس تبعها واحد. ممكن اعمل ريتراكت وموديفاي لفاكت معينه تمام، انه انا استدعي الدوال هاي اللي موجوده في الانجن. فهي الفاكتس ممكن اعمل موديفاي لفاكت معينه انه فاكت رقم واحد، وانه صار انه انا عندي الكلر بلو وبلينك بتساوي ترو، فتغير الوضع انه صار في تعديل انا عندي للفاكت، انه بدل ما كان انه انا عندي الكلر بلو فقط صار في انا عندي البلو واليلو وانه بلينك بتساوي ترو. فهاي لو شفتهم زي هيك انه هاي الاندكس تبعهم زي هيك انه هي اخضر، اندكس جديد انه بهذا الشكل، وانه هاي الفاكت لانه الفاكت يعني زي كانه حذف الفاكت القديمه وضاف الفاكت الجديده. طيب لو بدنا نعمل مثال بسيط متكامل على المكونات الثلاثه اللي هو الداتابيز او الفاكتس والرولز والانفرنس انجن على الترافيك لايت بهذا الشكل، فممكن ان احنا نعرف اللايت هو عباره عن فاكت، هذا الكلاس فاكت يعني انه يعمل اكستند من الفاكت تمام. وبدنا نعرف النوليدج انجن او نعرف كلاس بيعبر عن النوليدج انجن اللي هو بيحتوي على مجموعه من الرولز زي ما انتم شايفين انا حطيتها جوا الكلاس، فبالتالي بيعمل اكستند من الكلاس نوليدج انجن. فعرفت الرول الاولى بتعمل ماتش للفاكت انه اللايت بتساوي جرين، وبروح بعرف داله تمام، فبالتالي انه الاكشن هنا برنت ووك اذا كان اللايت جرين، وهنا بطبيعه الحال اذا كان احمر فهنا دونت ووك بهذا الشكل. الان الرول الثالثه شو بتروح بتعمل؟ بتعمل انه اذا كان يلو وبلينكينج تمام، وهذا الاشي انا بدي اجيبه هنا في هذا المتغير، انه انا اعرفه في هذا المتغير. ليش؟ لانه بدي امرره هنا، هنا انا ما كنتش امرر متغيرات تمام، فبالتالي انه انا بدي امرر هذا المتغير واطبع هاي الجمله بكيشس بيكوز ذا لايت از، وهنا اجيب الفاليو تبعت اللايت هاي تمام، ايش الكلر تبعه.
اوكي. بعديها بروح بعرف اوبجكت من هذا الكلاس، بعمل ريسيت، بجيب انه ايش الكلر اللي موجود حاليا، هو عبارة عن تشويس. التشويس هذه من دالة الراندوم، بمعنى انه هي كل مرة بتروح بتختار لون عشوائي من هذه الالوان، من الجرين اليلو بلينكينج يلو والريد بهذا الشكل. فهنا انا بطبع اللون الحالي بهذا الشكل، وبروح بعملها ديكلير از فاكت، وبعمل رن للاكسبرت سيستم انه يشغل لي عملية الاستنتاج. فبالتالي هنا انه الكلر ناو انه بلينكينج يلو، وهنا بي كيشس بيكوز انه اللايت از بلينكينج يلو. هذا كلام ممكن اخده زي هيك، وهنا انفذه. فبالتالي انه ما دام انه هي فيها راندومايزيشن، انه كل مره في الرن انه حيكون الاكسكيوشن مختلف. هنا انا مش منزل الاكسبيرتا، فبالتالي ممكن احط هنا بيب، معرفش انه هي منزله فوق. اوكي نرجع ان احنا نشغلها، لانه صار في انا عندي شت داون للكيرنل تبعتي الموجوده على جيبتر نوت بوك، وهاي بصير ملهاش لازمة نحذفها. فالآن خلصت عملية التنزيل أعتقد، ساعتها بنقدر نرجع نشغل هاي كمان مرة. فبالتالي هنا إنه جرين، فبالتالي الأكشن ووك، فبالتالي زي كأنه روبوت بدنا نتركه إنه هو يمشي لحاله، ولحاله إنه بده يكون رول بيست إكسبرت سيستم، ولحاله يعرف إنه يعدي الشارع أو لا، إذا كان الضوء أحمر أو أخضر أو إنه بلينكينج يلو. فخلينا نجرب كمان مرة هنا انه بلينكينج يلو، فبالتالي الاكشن انه بي كيشس، انه خليك حذر، انه اللايت انه انه في وميض انه لونه اصفر وفي وميض، معنى ذلك انه حتتغير الاشارة. هنا جرين ووك، جرين ووك بلينكينج يلو، هنا ريد دونت ووك بهذا الشكل. فبالتالي كل مرة بشغل بيصير في عندي اكشن مختلف. اوكي ناخذ انيمال اكزامبل، ناخذ مثال على الحيوانات. فبالتالي زي بده يكون انا عندي اكسبرت سيستم بيحاكي خبره الانسان في تصنيف الحيوانات، طبعا بده يصنفها على اساس المواصفات تبعتها. يعني انا في عندي هنا رول، هذه طبعا هذه السينتاكس تبع الكليس كليبس ديف رول duck animal is انه duck، تمام. فبالتالي هذه اسم الرول، وهنا انه انا عندي هذا المتغير وهي الفاليو تبعته، بده يصير انه ماتش انه للانيمال انه هذا الدك. فبالتالي انه بده يضيف لي حقيقه جديده انه الساوند از كواك، لانه اكيد بطبيعه الحال انه البط صوته انه كواك كواك، تمام. فبدي اعرف الكلاس انيمال، بعمل اكستند من الفاكت. اوكي هاي انا نسيت انه انا احذفها، لانه يعني انا عدلتها من الترافيك لايت. وهنا بدي اعرف انيمال كي اي نوليدج انجن واحد، فبالتالي بعرف هنا رول انه اذا كان كات، تمام. فبالتالي بروح بعرف داله اسمها كات، كات ساوند بتاخذ سيلف، وهنا بروح بطبع مياو. وهنا بروح بعرف رول ثانيه انه اذا كان دك، فبالتالي هنا انه راح يطلع لي صوت انه كواك. فبالتالي بروح بعرف اوبجكت من هذا النولج انجن، بعمل له ريسيت، وهنا الانيمال تايب برضه نفس الفكره، باخذ تشويس عشوائي، كل مره بروح باخذ فاليو من هنا duck cat horse. لاحظوا انه الهورس احنا ما كتبنا له رول، فبالتالي لما يتم اختياره مش راح يصير فيه شيء. فبالتالي بروح بعمل ديكلير لهي الفاكت وبطلب منه انه هو يشتغل. خلينا نشغل هذا الكلام. لاحظوا انه احنا لما نشغلنا هنا انه طلع لي كات، وهنا حكى مياو، وهنا خلينا نشوف نشغل هنا كات مياو، ونشغل كمان مرة هورس nothing، ما صارش ولا شيء لانه في شي رول على الهورس. هنا برضو هورس، برضو هورس، كذلك هورس، كذلك هورس، كذلك هورس. الآن كات رجعنا مياو، يبدو انه الدك ملهاش نصيب في الاختيار العشوائي. هاي
صار في انا عندي الدك، فبالتالي انه الصوت تبعها انه كواك بهذا الشكل. طيب الان ممكن انه احنا الرول هذه انه نضيف لها انه كذا اكشن، فبالتالي انه في انا عندي هنا الفاكت انه انيمال، تمام، انه طبعا كلاس فاضي بس مجرد انه بعمل اكستند من من الكلاس فاكت، وهنا انا عندي انيمال كي اي 2 نوليدج انجن 2 بيعمل اكستند من النوليدج انجن، وانا في عندي هنا رول، والرول هذه انا كنت قاصد انه انا احط انه بدي اعمل امبلمنت لهذه الرول، انه اذا كان انه الانيمال في عنده الفيتشر هذه اللي هو ويبد فيت، الويبد فيت زي ما ورجيتكم اياها اللي هي انه يعني الارجل انه الاصابع ملتصقه ببعض، طبعا هذا الكلام بيساعدها في السباحه، تمام. والخاصيه الثانيه في الحيوان اذا كان في عنده ريش معنى ذلك انه هذا الحيوان عباره عن بطه بهذا الشكل. فبالتالي انا في عندي تو كونديشنز بيناتهم اند، فكيف بعمل امبلمنت للاند؟ هنا الرول بدل ما كان في عندي فاكت واحده صار في عندي تو فاكت، بكتب اند وبفتح جوز، هاي الفاكت الاولى كوما وهاي الفاكت الثانيه بهذا الشكل، انه الانيمال انه هذا الكي وهي الفاليو، هذا كي وهي فاليو بهذا الشكل، انه هاز فيذرز وهنا هاز، يفترض انه القيمه الثانيه، انا في عندي خطا في الاكزامبل. وبعدين انه بروح بعمل هنا ران، بعرف الدالة انه بدي اعمل جس للانيمال، فبالتالي انه الانيمال از داك والساوند از كويك، فبالتالي انا عندي هنا في الاكشن تو اكشنز، انه بدي يتعرف انه هو بطة وانه بتطلع صوت كواك، وانا في عندي في الكونديشن تو كونديشن بهذا الشكل، فهذا بدي اخده زي هيك واحاول انه احنا نطبقه هنا واعدل على المثال، هاي ملهاش داعي. وهنا بده يصير انه الاتريبيوت الثاني زي هيك، انه has webbed feet زي ما هو محطوط هنا، وهنا بنروح بنشغل، فبالتالي هنا مدام انه انا عملت ديكلير انه has feathers و has webbed feet، معنى ذلك انه الـ animal is duck with sound is quack عفوا. فهاي الرول بهذا الشكل، انه ممكن اكتب لكم اياها هنا انه بهذا الشكل if capitalized انه the animal has feathers and capitalized animal has webbed feet. تمام، هنا then animal is dark and the sound is quack. طبعا هذه تكون ككومنت زي هيك، اوكي. طيب نيجي الان انه احنا كيف ممكن نعمل كونكلود لفاكت. هنا بنلاحظ انه كل الاكشن بارت هي عباره عن جمل طباعه، اللي بدي اسويه انا انه انا بدي اخلي في الاكشن بارت انه يضيف حقيقه جديده، انه هدول انه ينضافوا كحقائق، فبالتالي انا ممكن استخدمها وانه يصير في عندي فاير ل رولز ثانيه. كيف؟ فهي عرفت الانيمال، هي انا عندي عرفت الانجن اللي هو نوليدج انجن 3 بتعمل اكستند من النوليدج انجن، وهي انا عندي الرول نفس هاي الرول ونفس الخطا انا عندي الان بصلحه، وهنا جس انيمال، فبالتالي انه صار في عندي هنا ديكلاريشن لفاكت جديده بدل ما كان جمله طباعه انه انيمال بين قوسين بين كوتيشن انه دك، فبالتالي انه هذا حيوان وهي التايب تبعه، تمام. وهنا
في عندي رول تانية مرتبطة بالرول الأولانية. كيف إنه هاي مرتبطة بالنور؟ يعني لأنه أنا في عندي هنا بستنتج هاي الحقيقة، والحقيقة هاي أنا بعملها ماتش في الرول التانية. إذا كان الحيوان duck، معنى ذلك إنه الأنيمال is duck والساوند is quack بهذا الشكل. فممكن أنا أعرف الإنجن هذا، تمام، و اعمل له ريسيت واعمل ديكلاريشن لهاي الفاكت واعمل ران بهذا الشكل. فخليني اخذ هذا الكلام اوكي وبعدل عليه هنا. فهذا ملهاش لازمة. فممكن انه انا اكتب الرولز بهذا الشكل بالاول، انه اف الانيمال has feathers, ريش، and animal has. الآن خلينا نكتبها capitalized عشان تصير واضحة، إنه has webbed feet. ممكن أكتب هنا then animal is duck. طبعا الرول الثانية إنه if animal is duck، في عندي خطأ نلاقي هنا، هنا then sound is quack بهذا الشكل، تمام؟ اللي هي الرول الثانية. فبالتالي أنا فعليا أنا في عندي two rules، وهنا بدي أغير webbed feet، وهنا هي webbed feet موجودة. أوكي، فلاحظوا إنه أنا عملت هنا print للself dot fact. self إنه هي مؤشر على نفس الكلاس، لأنه إحنا في الكلاس هنا class animal knowledge engine، والفاكتس هي عبارة عن attribute موجودة في هذا الكلاس تحتوي على لستة بكل الفاكتس الموجودة عندي. الهدف من ذلك الشيء انه انا بدي اشوف هذه الفاكت انه ضافت ولا لا. خلينا نشغل. فبالتالي هنا انه هاي الانيشال فاكتس، يعني انه هاي فاكت زيرو، انه الانيمال has feathers، animals has وبتفيد، وهنا انه انضافت الحقيقة هذه من تنفيذ الرول الاولى اللي هو الانيمال از دك، وصار ماتش للرول الثانية، تمام، وصار في عندي طباعة على الشاشة انه انيمال از دك والساوند از كواك بهذا الشكل، تمام. فهيك فعليا انه انا ممكن انه يعني اخلي انه هذا هو البرودكشن سيستم، انه انا بعمل ماتش لفاكتس، و الاستنتاج انه حسب القواعد ممكن يؤدي لاستنتاج حقائق جديدة. بناء على الحقائق الجديدة بيصير انا في عندي ماتش لرولز جديدة وانتاج لحقائق جديدة وهكذا. فبالتالي عشان هيك بسموه رول بيست اكسبرت سيستم. انا بتصور بهيك انه صار في يعني استيعاب للمفهوم النظري تبع الاكسبرت سيستم، وانه كيف ممكن انه يتم استخدامه في التطبيقات. ولاحظته انه هو مش زي البرمجة التقليدية خالص، انه انا بكتب انه مجرد انه if statement زي هيك، لا، هذا عبارة عن production system. والمكونات الرئيسية فيه، برجع بأكد مرة تانية انه المكونات هاي منفصلة عن بعض، اللي هو الـ database والـ knowledge base والـ inference engine، وشفنا هدول كل واحدة منهم كيف انه احنا نبرمجهم. الآن المطلوب انه راح يكون في عندكم assignment صغير، على حطوا لكم هنا هنا حطيت لكم decision trees، هاي تشوفوا على سبيل المثال انه زي هيك، هاي decision tree animal tree. فبالتالي هنا من هذه التري انا بقدر اطلع رول. فبالتالي كيف بدي اعرف عدد الرولز الموجودة هنا؟ بعدهم هذا المسار عبارة عن رول، هذا المسار عبارة عن رول تانية، أو بمعنى آخر بعد الليف نود. فبالتالي هنا هاي واحدة تنتين ثلاثة أربعة. فهذا الرول عبارة عن إيش؟ إنه إذا الأنيمال has feather إنه كانت فولس،
وانه has fins كانت برضو false، فبالتالي بيكون هذا الحيوان dog. اما اذا كان انه has، اذا ما كان عنده ريش تمام وال has fin بتساوي true، فبالتالي هنا هذا الحيوان عبارة عن dolphin. وهنا اذا كان في عنده ريش، وبدي اسأل انه اذا بيقدر يطير ولا لا، فاذا بيقدر يطير، اذا ما بيقدر يطير فبالتالي بيكون عبارة عن بطريق بنجوين بهذا الشكل. فبالتالي انا عندي هنا اربع روتس، فبالتالي هاي واحدة من الديسيجن تري، ومطلوب منك انه انت تعملها امبلمنتيشن باستخدام الاكسبيرتا وتسلمني بايثون نوت بوك. طبعا انت كيف بدك تسلم البايثون نوت بوك؟ بعد ما انت تخلص بتروح بتعمل سيف بهذا الشكل، وبعديها بتروح بتعمل هنا داونلود للاي بي واي ان بي، وهذا اللي بتسلمني اياه على المودل. طبعا المطلوب انه انا في عندي تقريبا هاي شجرة 2 3 4 5 6 7، مطلوب منك تختار واحدة من هذه الديسيجن تري وتعمل امبلمنتيشن للرولز تبعتها. طبعا زي ما انت شايف هنا، مجرد انه الامبلمنتيشن انه انت بتعرف الرول، ولما تيجي عند الران بتروح بتعرف لك فاكت معينة، بحيث انه رول معينة انه هي يصير لها اكسكيوشن وتشتغل. وانت ممكن تشتغل بنفس هذا الاسلوب. كيف يعني؟ انه انت ممكن تعمل انه فاكتس، انه يعني انه تعمل كونكلود لفاكت، والفاكت هذه ممكن انه تستخدمها تعملها ماتش في رولز تانية زي ما حنشوف الان. خلينا نشوف الديسيجن تري التانية. هذه الديسيجن تري لتشخيص السيارة، تشخيص الأعطال في السيارة. طبعا الديسيجن تري زي ما انتم عارفين انه مستخدمة في تطبيقات كتيرة، فممكن انه انت يكون في عندك زي روبوت او اكسبرت سيستم بيساعدك في تشخيص السيارة، بيجي بده يحلل الأعطال انه ايش هي. طبعا هاي مش واضحة كتير، ممكن انا اورجي لك اياها على هنا على المدونة، لانه يبدو انا حافظها بصيغة بي ان جي. ها بهذا الشكل. لا اوكي خلينا هنا. فبالتالي انه بروح بسأل انه الستارتر تبع السيارة بيشتغل ولا لا. تمام، اذا كان بيشتغل بدي افحص انه الوقود شغال ولا لا. اذا كان بشتغلش معنى ذلك انه احتمال كبير انه تكون انه مشكلة كهرباء. فبالتالي كيف بدي افحص الكهرباء؟ انه بدي اشوف المصابيح اللي في السيارة بتشتغل ولا لا. اذا ما بتشتغل معنى ذلك انه الحل انه انت تشحن البطارية. المشكلة في السيارة انه هي مش راضية تشتغل لانه البطارية انه هي بتشتغل. الان اذا الضواو شغالة معنى ذلك انه انا في عندي مشكلة في مكان اخر، مشكلة في الكربوريتر، مشكلة في 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 في, في الشماعي، مشكلة في اي شغلة تانية. فبالتالي انه بدي اتبع الشجرة زي هيك. الان عدد المسارات اللي موجودة في الشجرة هي واحدة تنتين، او بالاحرى انه خلينا نعد الليف نود، هي رول تنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة رول. هذه الشجرة سبعة رولز تمام. فالان مطلوب منك انه انت تعمل امبلمنت لهي الشغلة. الان ممكن الرول هذه انه تكون طويلة. ليش؟ لانه انت بتقول انه الستارتر تيرنينج نو اند لايت وركينج يس اند، لاحظ الاند كم اند انت عندك، سيلينويد كليك اند بتساوي يس اند تيرمينال كلين يس بهذا الشكل. فانت ممكن هذه تعملها انه تستنتجها كحقيقة جديدة. اذا استنتجتها كحقيقة جديدة انه يس او نو، فبالتالي انه انت بتكمل زي هيك، بدل ما انه انت تكتب اند 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 كتيرة زي ما انا عملت بهذا الشكل. فانت هنا بتضيف حقيقة جديدة، وبتروح انه هنا بتعملها ماتش في رول تانية بهذا الشكل، بدل ما انه اروح اعمل انه هنا الاند كتيرة انه زي هيك بهذا الشكل. فهذه الصورة الثانية لتشخيص السيارة. خلينا نشوف ايش في عندي كمان. هذه انه
هذه طبعا انه تصنيف، اذا كان انه الكاستمر راح يشتري موبايل فون او لابتوب ولا لا. طبعا هذا الكلام بده يكون على حسب الفئة العمرية، اذا كان اقل من 30 وكان طالب مع ذلك انه هو حيشتري، اما اذا ما كانش طالب معنى ذلك انه هو مش حيشتري لانه هو ما بيعتاز اللابتوب. اما اذا كان انه من 31 ل 40 اكيد راح يشتري لانه هو يمكن بيحتاجه بشغله. طبعا هذا الكلام انه يعني هذه مجرد انه ديسيجن تري مستخدمه في البزنس، وانت مضطر يعني مطلوب منك انه انت تعمل امبلمنت ل ديسيجن تري هذه. اما اذا كان اكبر من 40 والكريدت عنده الريت تبعه اذا كان اكسلنت مش راح يشتري، وهنا اذا كان فير راح يشتري. يبدو انه هذا انه اعتقد انه حسب ما انا اذكر انه جبتها انه هي لشراء موبايل فون من الفئة الرخيصة على ما اذكر. نشوف الديسيجن التري اللي بعدها، انه بتفحص انه الكريدت هيستوري اذا كانت بور معنى ذلك انه ريسكي. طبعا هذا للفاينانس انه بدي يعني كاستمر ممكن يقدم طلب للبنك و البنك يوافق انه يعطي له تمويل او لا، فبالتالي انه اذا كان الكريدت هيستوري تبعه سيء معنى ذلك انه في خطوره انه نعطي له تمويل، لانه احتمال كبير انه هو ما يسددش للبنك. اما اذا كان بين الفير والاكسلنت بدي اشوف الانكم، اذا كان اكبر من 25,000 في السنه طبعا فبالتالي امن، كان اقل من 25,000 فبالتالي ريسكي. كم رول انا عندي؟ هاي واحدة تنتين ثلاثة رولز على الشكل. هنا رول اضافية انه هل البيرسون انه فيت ولا مش فيت، انه عنده لياقة ولا لا. اذا كان اقل من 30 وبياكل كتير من البيتزا فبالتالي انه اكيد بطبيعة الحال unfit. اذا كان eats a lot of pizza انه yes فبالتالي unfit. اما اذا كان no فهنا انه في عنده لياقة. فهذه اذا كان اقل من 30. اذا كان اكبر من 30 انه هنا الشرط بيكون no، معنى ذلك انه بدنا نشوفه هل بيعمل تمارين في الصباح او لا، يعني زي هيك. فبالتالي عدد الرولز انا عندي هنا 4، 1 2 3 4 بهذا الشكل. هنا برضو تصنيف للحيوانات انه هي فيش او مامل، سمك اسماك او حيوانات ثدية او طيور. طبعا هنا بدي اشوف انه هل بيتنفس، اذا كان على طول انه هذا الحيوان عبارة عن سمكة. لكن اذا كان يس بدي اشوف انه هل هو في يعني بيبيض ولا لا. اذا كان لا فبالتالي انه هو حيوانات عفوا من الحيوانات الثدية. واذا كان اذا كان بيبيضش، اذا كان بيبيض بيكون طير. هذه طبعا انه عشان اخذ قرار انه العب جولف ولا لا بيعتمد على الاوتلوك والهيوميديتي وسرعه الرياح. فعدد الرولز اللي موجوده عندي هنا 1 2 3 4 5. فزي هيك اذا كان الجو مشمس والرطوبه عاديه فبالتالي بلعب، اما اذا كانت الرطوبه عاليه ما بلعبش. زي هيك هاي رولز. هنا برضو للانيمال هذه مرينا عليها اول واحدة، خلاص هيك مرينا عليهم كلهم. فزي ما انتم شايفين انه قديش عددهم انا عندي، هاي واحدة تنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة بالسجن تري. مطلوب منك انه انت تختار واحدة منهم وتعملهم امبلمنت باستخدام الاكسبرتا اكسبرت سيستم في البايثون زي هيك، وتسلمني بايثون نوت بوك. تمام. طبعا مرة تانية بأكد عليك انه التطبيق العملي او هذا الواجب الهدف منه استيعاب المفاهيم النظرية، انه المكونات الرئيسية للإكسبرت سيستم الثلاثة، انه والثلاثة والمنفصلة في نفس الوقت اللي هي الداتا بيز والنوليج بيز والإنفرنس انجن، وانه انت تطبقها يعني بشكل عملي. وبتمنى لكم التوفيق في الاسايمنت ويعطيكم العافية.